السهل اني الاقي حاجه مختلفه في العادي. هل يغير حسن بالروس ستايله من اجل الحصول على ادوار جديده؟ قررت ان انا اظهره المره دي. دايما بدور ان انا اعمل حاجه غير اللي عملتها قبل كده. كنت بدور على حاجه جديده اعملها، لقيت ان انا لو لبست عادي هيبقى حاجه جديده. ومش ممكن اي تي بالعربي يفوت اللحظه دي، وعشان كده كان ضروري نرافق حسن ابو الروس خلال تجهيزاته لحضور ختام مهرجان القاهره السينمائي اللي رجع مره جديده وفاجئ خلاله الجمهور باطلالته مش الغريبه انما الكلاسيكيه، فاختار سوت رمادي من تصميم وسيم خضر. طبعا خدنا وقت كتير جدا، لان دايما حتى لو هلبس ريش شيك او لبس الى حد ما طبيعي او دارج هيكون مختلف، مش من السهل ان الاقي حاجه مختلفه في العادي. ففي الافتتاح كمان نقدر نقول ان كان حسن مفاجاه الريد كاربت بالتوكسيدو السوداء اللي اختارها. لوك جديد يعني عندي اوريدي، بس عمري ما ظهرته للناس في اي مهرجانات او في اي ادوار لسه او حاجه، فقررت ان انا اظهره المره دي. بس الكتار فكروا بشكل مختلف وتوقعوا انه يكون سبب الاطلالات دي هو قرار مدير المهرجان حسين فهمي والدريس كود اللي حاطه. دي اشاعه الناس طلعتها وبسمع الكلام ده وبضحك ان هو قال طردني فانا غيرت فجيت، يعني مش عارف هلحق اغير امتى وهترد امتى. الكلام ده كله مش حقيقي، بالعكس انا بحترمه جدا وبحبه جدا وعلى علاقه يعني شخصيه لذيذه مع بعض، محتوي كل الفنانين الصاعدين يعني. ولا هو ما اتكلمش معايا في موضوع اللبس بصراحه خالص، ده هو الناس يعني تخيلوا ان هو ممكن يعمل كده وصدقوا، بس هو بصراحه ما قاليش اي حاجه في المواضيع دي. وممكن النوع ده من الاطلالات يفتح ابواب جديده لحسن على الصعيد المهني، يقدر يوري الناس اللي في المجال صناع السينما يعني ان انا اقدر العب كذا نوع من التمثيل، يعني مش بس الكوميدي او الشعبي اللي انا اكتر ادوار يعني عملتها، لا اقدر كمان العب ادوار ديسنت. اللوك اللي فات ده شجعهم في شغلي يعني ان انا افتح لي مجال اكبر في انواع الادوار. وحتى ستايل الشعر اللي شفناه في اليوم ده كان خطوه تمهيديه لدور الشيخ اباظه اللي بيطل في مسلسل ريفو اللي بدا تصوير الجزء الثاني منه. يكون عندي دقن وبيكون شعري محلوق، فده لازم ابقى عامل كده عشان اقدر اركب الدقن واعمل الشعر ان هو يبقى. وكان لازم نعرف منه تطورات الشخصيه دي في الجزء الجديد. الشيخ اباظه هيتعرض لاوجاع كتير قوي طبعا، مش هقدر احرق، انتظروا من الشيخ اباظه كتير قوي ان شاء الله في سيزون 2. اما في السباق الرمضاني اللي جاي فهينافس حسن من خلال مسلسل بطن الحوت. بطن الحوت شخصية مختلفة شوية برضو، هي طبعا طابع شعبي مصري يعني من قاع المجتمع، بس هو مختلف شوية عن زيزو ميت وش أو سيحة في توبة، والاختلاف ده جاي من أستاذ أحمد فوزي صالح نفسه لأنه هو دايما بيطلع الكاركترز بطريقة جديدة. أما على صعيد السينما فكمان نشاط حسن جيد، فهنشوفه مع محمد رمضان في مرزوق وقت. أستاذ محمد رمضان هيبقى عنده شخصيتين، فهو في كل شخصية منهم له الصاحب المقرب له في عالمين مختلفين يعني، فأنا في أحد العوالم أنا الشخصية المقرب له وهو يعني مغني شعبي وحاجات كده. ومن أشهر انتشر عنوان في الصحافة عن انضمام حسن أبو الروس لكاست فيلم هيصة من إخراج عثمان أبو لبن. عثمان أبو لبن فيلم بيتكلم عن الكورة شوية، وبتشوفي فيه بقى المعاناة بتاعت الشباب بقى اللي بتلعب كوره في الشارع بقى وبتلم فلوس منها وده رزقهم واكل عيشهم. وكان لازم نساله عن الاعمال الغنائيه قبل ما نخرج. بحضر لحاجه دلوقتي لذيذه جدا مختلفه جدا برضو، هي بلغه تانية مش مصري، لا مش هنقول اللغه ايه، ومع الموسيقار العالمي محمد يحيى، هي مع مغنيه تانية كمان مش مصريه بس هي مختلفه تماما يعني، ف ان شاء الله قريب هتسمعوها.